الآن ينضم معنا الأستاذ أحمد الطيان الكاتب الصحفي. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد معنا في قناة الإخبارية. بداية يعني جملة هذه القرارات، لعلنا نبدأ من يعني ما ورد في بداية هذه القرارات، استمرار لضخ الدماء الشابة من الأسرة المالكة في العديد من مناطق المملكة وفي إمارات مناطق المملكة، نتحدث عن منطقة الجوف ومنطقة عسير ومنطقة حائل، كيف تعلق بداية على هذه القرارات؟ أهلا وسهلا بكم. أولا، هذه القرارات كما اعتدنا من مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين أن تأتي القرارات شاملة وأيضا تلامس الجهات التي لها تماس مباشر بهذه القرارات، وهي متعددة. أولا، في ما يتعلق بالحكم المحلي إمارات المناطق، وجدنا ضخ للدماء الشابة، اختيار بعناية لأشخاص عرف عنهم التزامهم الكامل ومعرفتهم وتأهيلهم العلمي الرفيع لتولي مناصب أمير منطقة ونائب أمير منطقة في الجوف وحائل وأيضا في منطقة عسير، ولكل من أصحاب السمو الملكي الذين تم اختيارهم قصة نجاح في حياته وما وصل إليه، وصله بجهد وباستحقاق تام. وهذا أيضا يدل على العناية التامة والكاملة من ولي الأمر بالاختيار الدقيق لمن يشغلون المناصب التي لها علاقة مباشرة بالمجتمع المحلي في المناطق. وأيضا إذا جئنا للوزارات، وجدنا أن هذه الأوامر الملكية تدخل في إطار تحسين ورفع جودة العمل في الهيكل التنفيذي لوزارات الدولة. وجدنا تعيينات لنواب ومساعدين لوزارات مهمة متعددة المهام كثيرة الموضوعات والملفات، لذا استوجب تعيين أيضا أكفاء في الأعمال التنفيذية للقيام بدورهم. أيضا وجدنا تعيين امرأة سعودية متميزة، هي الدكتورة تماضر الرماح، في منصب هام في وزارة العمل ومتعلق أيضا في التنمية الاجتماعية، وهذا المجال وهذا الملف مهم للغاية. التنمية الاجتماعية جزء أصيل من رؤية المملكة 2030 ويرتبط ارتباط تام بخطط التنمية وأيضا في أعمال هذه الوزارة واستهدافها أيضا لشريحة مهمة من المواطنين السعوديين. وأنا عندما أتكلم عن دكتورة تماضر هنا لا أتحدث عن امرأة فقط سعودية متميزة وتم تعيينها، ولكن دكتورة تماضر الرماح شخصية عالمية وجدت التقدير وأيضا التفضيل في المنظمات الدولية المتعلقة في الشأن الاجتماعي في التنمية الاجتماعية، ووصولها إلى هذا الموقع هو عن استحقاق تام. عندما ننظر أيضا إلى الجانب العسكري، الجانب العسكري أخذ حيز أيضا من هذه الأوامر الملكية. الهيكلة الجديدة لبرنامج تطوير وزارة الدفاع والحوكمة الجديدة لهذه الوزارة الهامة، الدرع الحصين لهذا الوطن الغالي، يؤكد أيضا نظرة مستقبلية ثاقبة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده لبناء منظومة دفاعية متطورة وعصرية وذكية وبذات الوقت منتجة، وأيضا ضخ دماء جديدة في هذه المؤسسة. عندما نرى تعيين دكتور خالد البياري وهو أكاديمي معروف وأيضا له نجاحات في القطاع الخاص تذكر وتشكر، عندما يعين مساعدا لوزير الدفاع للشؤون التنفيذية نجد روحا جديدة في التعامل مع الملف التنفيذي أو العمل التنفيذي في الوزارات، وخصوصا وزارات المثقلة بالملفات مثل وزارة الدفاع وهي وزارة ضخمة على مستوى الدولة. أيضا التعيينات في المناصب العسكرية، أيضا هناك اختيار لدماء شابة، ترفيع لهذه الطاقات المتميزة والميدانية، ميدانيا أثبتت أيضا جدارتها في الميدان، ولا مجال حقيقة للحصر لأن الأسماء كلها حقيقة
أسماء معروفة بجدها واجتهادها في هذا المجال. عندما نرى أيضا في مجلس الشورى ضخ دم جديد أيضا في مجلس الشورى بتعيينين أيضا مهمين سيزيدان من إن شاء الله الفاعلية في هذا المجلس. أيضا في وزارة الخارجية تعيين معالي الدكتور معالي الأستاذ أحمد قطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية وزير دولة لشؤون البلدان الأفريقية، يؤكد الحرص أيضا في سياسة المملكة على القارة الأفريقية وعلى أيضا التواجد والحضور السياسي المكثف وعلى كل أعلى المستويات، وهذا أيضا يؤكد صواب الاختيار في شغل الوظائف التنفيذية وأيضا في معاونة الوزراء على ما يحملونه من ملفات كبيرة ومثقلة. أوامر مليئة بالخير إن شاء الله، تبشر بالخير، تبشر بأن التفكير بالمستقبل تفكير جاد وعملي، وأيضا ينظر إلى الأمام من خلال الطاقات السعودية المؤهلة. الطاقات السعودية المؤهلة في هذه الوزارات وهذه الهيئات صحيح أعطيت الآن فرصة للعمل وأيضا منحت صلاحيات. وجدنا أيضا تشكيل لهيئات تطوير المدن للمناطق. هذا ما قاله سيدي خادم الحرمين الشريفين بالتنمية التي لا تستثني منطقة صحيح. ولا مدينة. أشكرك أستاذ أحمد على هذه يعني النظرة الشاملة لجملة هذه الأوامر الملكية. الأستاذ أحمد الطويان الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك.